درسنا النهاردة عن الـ UTC Controller. المحول الـ UTC Controller بيحول لأربع أنظمة مختلفة اللي هي الـ HD والـ TVI والـ CVI والـ SD. هتلاقي في أربع بوتن، كل بوتن لما تدوس عليه 5 ثواني بيحول لك النظام الموجود اللي انت بتختاره. يعني مثلا اول حاجة هنحاول HD، هندوس عليها 5 ثواني، لاحظوا معانا على الشاشة حول لي دلوقتي لل HD. بعديها بتلاقي اللمبة اتحولت لونها بقى ازرق، هنستنى عليها لحظات، ندوس عليها مرة تانية. بعدين هنحول نظام التي في اي، هندوس عليها 5 ثواني، لاحظوا اللون دلوقتي اختفى، اللون الأزرق. هنبص على الشاشة هل يحول لي النظام تي في اي. واللمبة هنا بقى لونها أصفر، هندوس عليها مرة تانية، هنختار ال CVI، برضو هندوس على الزرار لمدة 5 ثواني. هنلاحظ على الشاشة انه حول معانا دلوقتي ال CVI. كده يكون انتهى درس المعلومات.